جهاز متطور يعمل على إعادة تأهيل حركة المشي والاتزان. جهاز سيميل هو أحد الأجهزة المتطورة التي تعمل على إعادة تأهيل حركة المشي والاتزان للمرضى عبر السير داخل نظام يحاكي العالم الافتراضي أثناء التدريب، مما يساعد على تهيئة المرضى على المشي في الحياة الواقعية، حيث يتميز الجهاز بضبط وتيرة السير، وذلك من خلال المشي باستخدام الألعاب التي تتناسب مع حالة المريض كي لا يشعر بالملل، وأيضا تخفيف حدة التوتر والإجهاد أثناء التدريب، إلى جانب تحفيز المريض وتشجيعه على مواصلة التدرب حتى بلوغه للهدف المنشود. كما يمتاز هذا الجهاز بتعريف المريض بطول المسافة واتجاه المشي مع الحفاظ على التركيز المستمر واتخاذ القرارات المناسبة بثقة تامة أثناء القيام بالأنشطة المعقدة أثناء التدريب. معالجة الحركة البشرية في المركز المتكامل لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي. ويتني، Victory for life.